بعضكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة المشاركين والمتحدثين في المؤتمر الافتراضي العالمي لعام 2020 لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي الترحيب بمعالي الشيوخ والوزراء والقياديين ممن يحملون على عاتقهم السعي الدائم لتحقيق أعلى الطموحات لأوطاننا الخليجية والعربية والعالمية. نبدأ بكلمة معالي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة الدكتورة موضي الحمود. تفضلي دكتورة موضي. شكرا دكتورة هنادي، ومساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلة الفاضلة الدكتورة هنادي المباركي، الزملاء والزميلات الأفاضل المشاركين في جميع من جميع أنحاء المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وأسعد الله صباح الأخوة والأخوات في الأجزاء الأخرى من العالم. يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء الذي يعقد في هذه الفترة الحرجة بظروفها الصحية والتي يعاني منها العالم أجمع، ولكن لقاؤنا ومؤتمرنا اليوم يعقد ليثبت بأن العالم لن يرضخ ولن يستكين لما فرضته هذه الأزمة من حجر. ولأننا بشر جبلنا على الابتكار والإبداع والقدرة على إيجاد الوسائل البديلة للتواصل، فها نحن اليوم وللحمد لله نتواصل عبر التقنيات التكنولوجية التي فتحت لنا الأجواء الافتراضية واسعة وغير محدودة، وهي كذلك تحفزنا لمناقشة الأفكار، تبادل الخبرات التي تدعم منظومة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال لأهميتها الاستراتيجية كاستثمار طويل الأجل وكأساس هام للتفرع والنمو الاقتصادي المستدام والقائم على الاقتصاد الرقمي. واسمحوا لي أخواتي وأخواني أن أتكلم من منطلق أكاديمي بحكم التخصص والممارسة. خلينا نخلي السياسة شوية، المجال السياسي، بدخل في تخصصي كأكاديمية بالدرجة الأولى. فالجامعات والمؤسسات التعليمية لها دور كبير ومساهمات مشهودة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بالطبع إلى جانب مهامها الأساسية في التعليم ونشر المعرفة، حيث تتميز الجامعات بديناميكية كبيرة تساهم في دعم التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم منظومة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. في مجتمعاتها مختلفة طبعاً، تتفاوت مساهمات الجامعات من مجتمع إلى آخر حسب طبيعة المجتمع وحسب حيوية الجامعة. وفي الأمس يمكن استمعنا إلى كثير من المداخلات من الأخوة والزملاء والأخوات من أمريكا ومن كندا يشرحون ويستفيضون بدور الجامعات في هذا المجال الهام. ولكن دعوني ألخص يمكن ما دار في الأمس من قبل الجميع في ثلاث مساهمات أساسية تساهم الجامعات فيها. أولاً، اهتمام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بتبني وبناء مناهج حديثة ومتجددة في متخصصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وذلك لبناء قدرات ومهارات جيل شبابي جديد يشكل مفتاح التنمية ويساهم في النمو الاقتصادي المستهدف. ثانياً، إنشاء الحاضنات ومسرعات الأعمال لدعم المبادرين والمشروعات الناشئة، وكذلك المساهمة الفاعلة في نقل وتوطين التكنولوجيا المصاحبة وتحفيز الابتكار وزيادة براءات الاختراع والعناية بحقوق الملكية. بالتأكيد لا ننسى جهود الجامعات في مجال التنمية البشرية الفاعلة في التدريب وفي غيرها من أنشطة. ثالثاً، نشطت الجامعات كذلك بفتح قنوات التواصل المباشر بينها وبين قطاع الأعمال والصناعة، وذلك بربط البحث العلمي باحتياجات هذه القطاعات المختلفة والمساهمة في إيجاد كثير من الحلول أو ابتكار حتى الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تنهض كمصادر بديلة للدخل، خاصة في دولنا الخليجية كما تعلمون تعتمد معظمها على مصدر رئيسي أو مصدر وحيد، يعني كل مجتمعاتنا تقريبا.
تعتمد على هذا المصدر الرئيسي أو الوحيد للدخل، لذلك هناك يعني أهمية كبيرة لدعم قطاع أو منظومة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال. نعم، نعرف إحنا أن يعني جامعاتنا لا زالت كثير منها الجهود المبذولة فيها تحتاج إلى تكثيف وتحتاج إلى تطوير ودعم لربطها بقطاع الصناعات وقطاع الأعمال، ولكن هناك جهود مشجعة ودؤوبة لتحقيق ذلك، لردم الفجوة الحالية الموجودة بينها وبين منظومة الأعمال أو بينها وبين الصناعة، وذلك بما يساعد لتسريع النمو لقطاع الأعمال وقطاعات أو منظومة الأعمال بشكل عام، مما سينعكس بالطبع على النمو الاقتصادي، وبما يحقق على الأقل في بلدي أستطيع أن أقول أن نمو منظومة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال ستحقق إن شاء الله للكويت رؤيته المستهدفة في استراتيجيته 2035 كمركز مالي وتجاري، وبالطبع ستساهم أيضا في الدول الأخرى بنفس القدر. هذا يمكن هذه النقاط الثلاث سواء في المناهج أو في إنشاء الحاضنات أو في تنشيط البحث العلمي هي مساهمات كبيرة للجامعة في هذا القطاع. أما من منطلق الخبرة المهنية، يعني كنت تكلمت عن النطاق الأكاديمي، أما من منطلق الخبرة المهنية والعملية فأستطيع القول أن دعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال سواء من قبل المؤسسات التعليمية أو من قبل الجهات المسؤولة في الدولة سيكون له مردود إيجابي وتأثير مباشر على التنمية بأوجهها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق مستوى أفضل للخدمات والسلع في الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك تحفز هذه المبادرات خلق مستقبل جديد لشبابنا ليعتمد على نفسه وينشط في مجال الابتكار ويقلل من اعتماده أو دخوله في الوظائف الحكومية التي تشبعت كما تعلمون، وأعتقد دولنا الخليجية في مجموعها قطاعاتها الحكومية تشبعت في التوظيف، لذلك لابد من إيجاد مصادر أخرى لاستيعاب مخرجات تعليمنا يعني بتخصصاتها المختلفة. تعلمون أيها السادة والسيدات بأن يعني يسود العالم اليوم تنافس اقتصادي ملحوظ من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تتشابك العلاقات وتتبادل المصالح بين الأقطار والدول، لذا كان لزاما أن ندفع ونجتهد في إيجاد آليات عملية لتمكين وتعزيز هذه المنظومة عبر الشراكات والتطبيقات العالمية واتباع أفضل الممارسات وتأصيل ذلك في مناهجنا وأنشطتنا التعليمية، وكذلك في يمكن كثير من جهودنا لمساعدة هذه القطاعات لاستيعاب المتغيرات المتسارعة لتحقيق الرفاه لشعوبنا محليا وخليجيا وعربيا وعالميا. يمكن هذا بشكل سريع حاولت ألخص دور الجامعات بكيف تدفع في منظومة الابتكار والابتداء والإبداع وريادة الأعمال، مثل ما يعني بينت أنها كهدف استراتيجي طويل المدى لتحقيق النمو والتنمية المستدامة لشعوبنا في جميع أنحاء الأرض وبما فيها خاصة شعوبنا الخليجية. أتمنى التوفيق للمؤتمر، وأتمنى لكم إن شاء الله تبادل آراء وأفكار جيدة حتى نثري هذا المجال وحتى نثري التنمية في بلادنا جميعا. شكرا لكم.